وينتظر شخصية عراقية وطنية تتناغم مع مطالب الشارع العراقي. اليوم الجمهورية خمر يرشح عم يرجع نفس المحاصصة الطائفية ويجيب احنا كان بقى عادل عبد المهدي احسن اذا نرجع الكتلة الاكبر وكتلة البناء ونجيب سيد قصي السهيل طيب. وفلان اريد عراقي على الاقل 6 شهور حكومة وطنية مهنية تعيد الامن تعيد المتظاهرين طيب. الايوتم معززين مكرمين تشرع القوانين تصدر قانون انتخابات مهم يجيب العراقيين تحت البرلمان مو يجيب طائفي وينتمون الى دول اخرى.